اولا انا ليا شرف ان انا عملت الفتره مده سنتين في مستشفى اينا العام، وحاليا طبعا ما شاء الله يعني المستشفى بتعيش العصر الذهبي، لازم نقول كده فعلا يعني. بصراحه الشغل اللي بيعمله دكتور محمود عبد الرحيم والزملاء دكتور كامل دكتور وافي دكتور محمد دكتور عبد الرحيم وكل الزملاء الموجودين يشكل نقله فعلا في تاريخ المستوى الطبي والعلمي في مستشفى اينا العام. وحده المناظير ووحده الحمل الخطر والورك شوبس والمؤتمر اللي احنا فيه ده فعلا يعني مجهود يعني يشكروا عليه. ربنا يبارك فيكم ويزيدكم والامام دايما ان شاء الله. انا تشرفني ان اقول البرزنتيشن بتاعي قدام حضراتكم قدام اساتذتي وزملائي من كل مستشفيات وجامعات مصر، واخص بالشكر والتقدير استاذي الفاضل دكتور طارق خلف الحسيني. يمكن دكتور طارق انا كان ليا الشرف ان انا اول انترناشونال ريسيرش عملته في حياتي كان تحت اشراف حضرتك، لو تفتكر حضرتك فاكر سنه كام؟ سنه 2006 كان عن الانشوك جارمنت، كان معاهده امريكانيه كده. البحث اللي عملناه ده وقتها كنا بناخد عليه فلوس تمام، كان ظاهر منحه او حاجه دكتور طارق، فكان الحاله اللي بنشتغلها بناخد عليها 15 دولار تمام، فكان الدولار وقتها ب 3 جنيه يعني كنا بناخد 45 جنيه في الحاله، واشتغلنا عدد كبير جدا من الحالات. كنت انا والله يمسيه بالخير دكتور احمد عباس، وكان تحت اشراف حضرتك والدكتور محمد فتح الله الله يمسيه بالخير. فبمناسبه يعني ان دلوقتي ال 15 دولار دول يعني يساوي مبلغ يعني 550 جنيه تقريبا او اكتر، فانا كان يعني انتهز وجود حضراتكم واطلب من دكتور طارق بيه يعني طلب كده، يا ريت يعني ينفذه لي، يا ريت لو ينفع نعيد البحث من تاني. معلش يعني عشان في فرق، يا اما نتحاسب على فرق ال نعم بالظبط. البرزنتيشن بتاعي النهارده ان شاء الله هيبقى عن البوست بارتم كونفولجنز، وانا هبدا بالصوره دي. الصوره دي ممكن تكون مزعجه ومخيفه لحضراتكم او لينا كلنا، للاسف لازم تعترف كلكم كده وانا منكم ان كلنا كده عندنا مرض نفسي تمام اسمه تيليفوبيا. التليفوبيا ده موجود على الويكيبيديا بمعنى رهاب الهاتف. اي واحد فيكم اول ما يسمع صوت تليفون بيتضايق صح، او يعني بينتابه نوع كده من الخوف المرضي من المجهول المكالمه دي هتكون يعني فيها ايه. انا شخصيا اخذت فتره عملت اعمل اناليسز للمكالمات اللي بتجيلي، لقيت 70% منها مكالمات سخيفه وتافهه ملهاش اي لازمه، من نوع اللي هو الترمس ممكن يعمل اجهاض ولا لا، ومعجون الاسنان يعمل تشوهات ولا لا، واكيد عندكم قصص اشهر من كده وكل واحد كده نعم او صبغه الشعر ده يمكن سؤال مهم شويه، لكن يعني المهم ان في 70% اسئله ملهاش اي قيمه و20% اسئله مهمه و10% الاخيره هي الاسئله التي تحمل اخبار غير ساره، حاجات بتضايقنا واخبار بتزعجنا وبتسبب لنا مشاكل، منهم المكالمه اللي احنا هنتخيلها دلوقتي مع بعض. احنا دلوقتي هنتخيل مكالمه جت لحضرتك في التليفون وبتسمعها وهنشوف هيحصل فيها ايه. اول حاجه صوت التليفون نفسه مزعج، يعني صوت الرن نفسها وانت قاعد في البيت مع العيال او انت بتجيب الطلبات مزعجه. واحده بتتصل انت بتقول الو الو الحقني يا دكتور وكده وزشات صوت. طبعا يعني ربنا فيك شر ان واحده تكلمك في التليفون والباك جراوند عباره عن صويت، ربنا ما يحط حد في الموقف ده. مين حضرتك يا فندم؟ الحقنا بسرعه يا دكتوره انا اخت شيرين. طبعا انت مش عارف شيرين مين تمام، وهي بتقول لك انا اخت شيرين وخلاص، فانت بتقول لها شيرين مين حضرتك؟ قالت لك ايه؟ شيرين اللي ولدت عندك من 3 ايام. طبعا اول ما تقول من 3 ايام على طول يا مصطفى يحصل ايه؟ التاكيكارديا تشتغل تمام، والادرينالين يفرز وتبدا تفتكر ايه اللي حصل من 3 ايام، ويا ترى انا ولدت مين وما ولدتش مين، واكيد هتجيبها بعد كده هتعرف شيرين مين كويس. المهم هتقول لك خير مالها شيرين يعني، فانت هتقول لك على طول الست ايه فجاه كده بدات تتشنج مننا تمام. ده سيناريو بيحصل في بعض الاحيان، فاحنا عايزين نعرف احنا هنبدا ازاي نتعامل مع الحاله من ستيب 0 مش ستيب 1. ستيب 1 اللي هي في المستشفى، لكن انا هتكلم دلوقتي على ستيب 0 قبل ما تيجي المستشفى، حاجه كده بنسميها ايه، بنسميها البري ترانسفير اسيت مانجمنت او انستراكشنز. انا ايه الهدف بالنسبه لي؟ زي ما لازم متفقين اي عيان عندها كونفولجنز يبقى عندها هايبوكسيا نتيجه ان هي ايه فيلر اوف ريسبيريشن، احنا الهدف بالنسبه لنا الاوبجكتيف بالنسبه لنا ان العيانه دي ما توصلش لسيفير هايبوكسيا بحيث تعمل برين انوكسيا او مالتي اورجان فيلر وتخش في مشاكل كتير تمام. فالهدف بالنسبه لي انا كل اللي انا عايزه من الست دي قبل ما تجيني انها تجيني في البوزيشن ده،
اللي هو الليفت لاترال تلت اوف وومن فروم هيد تو تو ات انجل 15 ل 30 درجه، يعني الست تبقى نايمه على جنبها الشمال بزاويه من 15 ل 30. البوزيشن ده يا جماعه هو البوزيشن بتاع الاوبستريك ايمرجنسي عموما، لما تكون واحده عندها اوبستريك هيموريج او هايبوفوليميك شوك. يعني البوزيشن ده بيفيدنا في ايه؟ ان اليوترس بيحصل له تلت كده على جنب، فالفينس ريتيرن بيزيد والستروك فوليوم والكاردك اوتبوت، فبالتالي بنحسن حاله العيانه شويه. انما احنا بالنسبه لنا في حالتنا النهارده او موضوعنا مفيش هايبوفوليميا، بس في مشكله تاني اللي هي ان الست دي عايزينها تبقى في البوزيشن ده عشان ما يحصلش اير واي اوبستراكشن زي ما هنقول بعد شويه. يعني خلاصه الكلام عايزين حاجتين، البوزيشن يبقى بالشكل ده، والهيد سبورت ما تبقاش الهيد اكستندد، تبقى الهيد ايه فليكسبل. ماشي؟ ليه بقى؟ هقول دلوقتي. الست دي خلاص بنتعامل معاها على اوبستريك ايمرجنسي، وطالما قلنا اوبستريك ايمرجنسي يبقى لازم تروح مستشفى، ولازم انت تروح لها المستشفى في اسرع وقت، او لو انت مش موجود حد هيبقى منتظرها عشان يبدا معاها المانجمنت اللي احنا هنقول عليه. والمانجمنت بتاع الاوبستريك ايمرجنسي زي ما انتم عارفينه واللي مش عارفه لازم يعرفه، يعني اللي هو A B C D، ده E يعني A B C D E زي ما هنقولهم دلوقتي ولازم كلنا نكون عارفينه. اول حاجه في الـ في الـ في الـ في الانتي شوك ميجرز اللي هو ايه زي ما قلنا من شويه، ايه اللي هو الاير واي شوت بي مينتيند. ايه مشكلتنا في الاير واي؟ ايه اللي بيعمل اير واي اوبستراكشن في عيان الكونفالجنز؟ ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه التانج ريتراكشن، دي اهم حاجه ان العيان يبلع لسانه، تمام. الحاجه الثانيه الاكيوميليشن اوف سيكريشنز، سته ما عندهاش مش عارفه كده ففي سيكريشنز كتير. الحاجه الثالثه الابنورمال بوزيشن، العيان تبقى مكفيه على وشها او ايا كان، فبالتالي ما تعرفش تتنفس كويس. فانت المفروض انت دلوقتي نزلت في المستشفى، اول حاجه تيجي لازم تتاكد ان التانج ريتراكتد عن طريق انك تركب ايه الماوث جاج. ماشي؟ ده دكاتره التخدير بيركبوه. الحاجه الثانيه لو في اي سكريشنز بتتشال. الحاجه الثالثه لازم البوزيشن اللي احنا قلنا عليه من شويه، الست تبقى الهيد بتاعتها نوت اكستندد، تمام. تاني حاجه في الـ في الـ في الاي انشوك ميجرز البريثنج، والبريثنج لازم اي واحده بتيجي المستشفى فيها كونفولجنز لازم يبقى فيه اكسجين، سواء بالماسك سواء بالنيزل كاثيتر سواء حتى ايفن انتوبيشن حسب السيتويشن الموجود معانا، تمام. لان زي ما قلنا ان اي عيانه فيها كونفولجنز لازم يكون عندها ايه هايبوكسيا. الحاجه الثالثه هي السيركيوليشن. السيركيوليشن مهم طبعا في اي عيانه شوكت عشان نخطر نركب الكانيولا ونركب الكاثيتر. الكانيولا عشان الفلويدز او البلد احنا مش هيهمنا قوي لان العيانه مش هايبوفوليميك، لكن المعلومه اللي لازم حضراتكم وشباب الاطباء يكونوا عارفينها ان الكانيولا يا جماعه اللي بنستخدمها في الاوبستريكس هي الكانيولا مقاسها كام؟ 16 جوج، اللي ما حدش فينا بيستخدمها خالص، اللي هي المفروض لونها ايه رمادي. كلنا بنستخدم الخضره اللي هي 18 which is to some extent accepted، لكن not accepted خالص ان حد يستخدم الكانيولا البامبا اللي هي ال 20 في الاوبستريكس، دي مش هتسعفنا لو في اي امرجنسي، تمام. فاحنا بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها عشان هي سهله في التركيب، عشان هي رفيعه، فاللي ما بيعرفش يركب بتبقى سهله معاه. بس الكلام ده مش صح، ان يعني لازم يا جماعه يا 16 يا 18 على أسوأ تقدير. دي اللي هي الدراجز هنتكلم عنها بعد كده. والاي اخر حاجه اللي هي الايفالويشن اوف ذا كوز اوف كونفولجنز، يعني لو تلاحظوا ان احنا عشان نوصل ان احنا نتكلم عن سبب الكونفولجنز بنعدي باربع حاجات كامله قبل كده، يعني لازم البيشنت تبقى ستابلايزد وبعد كده ندور على الكوز ونعالجه. ماشي؟ بالمناسبه الصوره دي ما اعرفش حد فيكم يفتكر اللعيب ده ولا لا، حد عارفه؟ ما خلاص ما احنا حضرتك قلت المره اللي فاتت، ده لاعب كوره تونسي اللي افتكره من زمان، يعني كان توفاه الله ربنا يرحمه اثناء مباراه كره قدم. اللي حصل وقتها ان هو كان في كره مشتركه مع احد الزملاء يعني في الملعب، نط نزل وقع مات، تمام. لما عملوا انفستيجيشنز عشان يعرفوا الكوز اوف ديث اكتشفوا ان هو كان تانج ريتراكشن، يعني هو اتخبط فداخ فبلع لسانه مات. يعني اللي انا اقصد اقوله ما ينفعش واحده تبقى اكلامسيا وعندها هايبرتنشن وعندها رينال فيلير وعندها مصايب الدنيا وفي الاخر تموت عشان بلعت لسانها بس، تمام. يعني النقطه دي لازم يا جماعه موضوع التانج نخلي بالنا منه. والتانج فيه مشكلتين في الكونفولجنز، التانج ريتراكشن وعكسه اللي هو التانج بايت، ان الست ممكن تعض لسانها اب تو ان هو يتقطع خالص، فنخلي بالنا من موضوع التانج ده كويس. نيجي بقى للدراجز. في قاعده كده كلام انت يعني هنخليه في دماغنا ومش كلامي، كلام الرويال كوليدج، بيقول ايه بقى؟ ان اني كوز اوف بوست بارتم كونفولجنز unless known to be epileptic should be considered eclampsia until proved otherwise. يعني ايه؟ يعني وانت قاعد في الاستقبال جات عيانه فيها فيتس بدي اكلامسيا، تمام، الا لو هي known to be epileptic وبعد كده نتفاهم، طلعت اكلامسيا ماشي، ما طلعتش اكلامسيا هنشوف. وبناء عليه ان magnesium sulfate should be started as early as possible، برضه نفس الكلام، ابدا بالmagnesium sulfate حتى لو انت مش شور الدايجنوز او مش مكمل الدايجنوز بتاعك، لو طلع مش كده خلاص نوقفه، لكن المهم ان احنا ما نعطلش الوقت قد ما نقدر.
النقطة الثالثة المهمة ان في الجايد لاينز ان don't use diazepam, phenytoin or any other anticonvulsants as an alternative to magnesium sulfate in women with eclampsia. في بعض الناس بيدوا ممكن diazepam اللي هو الميدياسيتيك او التراكم او اي مجموعة دي عشان control fit, مش غلط, بس الغلط ان احنا نعتمد عليه كتريتمنت للإكلامسي عموما. يعني انت تديه ماشي بس لازم تكمل بايه, بالمغنيسيوم سلفيت. نيجي بقى للاي اللي هو الايفالويشن, اول كوز واشهر كوز واهم كوز من اسباب البوست بارتم كونفولجنز اللي هو الإكلامسي. الإكلامسي مش هتكلم فيها كتير يعني كنظريين لحضراتكم, عارفين كل الكلام ده, بس لازم نبقى عارفين البوست بارتم كونفولجنز بتبقى كومن. يعني في ناس بتقول 44%, في ناس بتقول 25%. المشكله الثانيه في الإكلامسيا هنا ان تلت الحالات او اكتر من تلت الحالات ممكن تبقى بريزنتد باي كونفولجنز بيفور هايبرتنشن اند بروتينوريا, وده الموقف اللي فيه ناس كتير مننا بنقابله. تيجي ست تيجي بكونفولجنز او مثلا تكون بتتابع معاك وامورها كويسه, بلد بريشر كويس, التحليلها كويسه, فجاه تخش فيتس وبعد كده ريتروجريد تتشخص على انها إكلامسيا, وده للاسف موجود في اب تو 1/3 اوف كيسز. الدايجنوستس اوف كونفولجنز والإكلامسيا دايجنوستس بتاعها برده ده معلومات نظريه مش هيصدعكم بيها, بس انا يهمني هنا نعرف الورنينج ساينز اللي هو بنسميها ساينز اوف ايمينانت إكلامسيا, اللي هي الساينز اللي هي لو موجوده في عيله بريكلامسيا تخاف ان هي دي غالبا كده هتخش في فيتس, ودي بنقولها لزملائنا او النواب الجداد عشان يخلوا بالهم منهم بالنسبه للحالات المحجوزه في القسم, اللي هي الهيديك والابيجاستريك بين والهايبوكوندريال بين, الرايت هايبوكوندريال بين والبريزيستنت اليفيتد بلاد بريشر. طيب التريتمنت احنا خلاص قلناه وكلام جايد لاينز ايفيدنس بيسد, ان المغنيسيوم سلفيت از ذا تريتمنت اوف تشويس ويت شود بي ستارتد از ايرلي از بوسيبل. المغنيسيوم سلفيت في كذا ناس بتتكلم في ريجيمز مختلفه, لكن الريجيمن الواضح والمعروف اللي هو ال 4 جرام في خلال ربع ساعه, وبعد كده 1 جرام بير اور اللي هو 6 جرام يعني كل 6 ساعات لغايه قد ايه, ده المهم في الموضوع, 24 hours after the last fit. يعني لو ست جايه وجات لها فيتس 11 الصبح النهارده اخر واحده, يبقى لغايه 11 الصبح تاني يوم تاخد مغنيسيوم سلفيت. تمام. وطبعا الساينز اوف توكسيستي, الساينز اوف مغنيسيوم سلفيت توكسيستي برضو دي بنقولها لزمايلنا النواب الصغيرين, اللي هم في ثلاثه ساينز اساسيين اولهم واهمهم الاوليجوريا واللوس اوف ديب تندون ريفلكسز والريسبيراتوري ديبريشن. ومن رحمه ربنا ان الاوليجوريا هو اول ساين بتظهر, عشان كده بمنتهى البساطه العيانه بتاخد مغنيسيوم سلفيت تتابع اليورين اوتبوت, لو لقيته اقل من 30 ملي بير اور توقف السلفيت على طول, سواء بعد كده هيتحسن وحدها او تاخد الانتيدوت اللي هو الكالسيوم جلوكونيت. لكن مهم ان نبقى عارفين الساينز اوف توكسيستي عشان زي ما قلنا ما يبقاش احنا بنعالج مشكله ونضر العيانه بمشكله اكبر منها. تاني حاجه من اسباب اللي احنا كده خلاص خلصنا الإكلامسيا, تاني كوز من اسباب البوست بارتم فيتس اللي هي الابيليبس. الابيليبس بريفلنس بتاعها 1%, والابيليبسي انا عايزكم بس تعرفوا فيه نقطتين مهمين. اول نقطه تسال اهل العيانه اخر فيت جات لها امتى قبل الحمل, لو هي within 1 year دي بور بروجنوزس او باد بروجنوزس, لو هي اكتر من 1 year يعني ما جاتلهاش فيتس في, يعني مثلا هي حامل دلوقتي تسالها اخر مره جات لك كونفولجنز امتى, لو اكتر من سنه يبقى ان شاء الله الحمل هيبقى كويس, لو اقل من سنه تخاف منها. الحاجه الثانيه اللي برضو لازم نخلي بالنا منها الديوريشن بتاعه الفيت نفسها, لو هي خدت اكتر من 5 minutes دي برضو باد بروجنوزس, لان هي ممكن تدخل الست في حاجه اسمها ستيتس ابليبتكس. تمام. طيب هو ايه اصلا مشكلتنا احنا في الابيليبسي تحديدا؟ مشكلتنا في الابيليبسي ان الهيستوري از نوت اولويز بوزيتيف. ليه بقى الكلام ده؟ لان في مش هقول بعض العائلات, معظم الفاميليز بتتعامل مع الابيليبسي على ان هو شيمفول ديزيز. يعني ممكن انا شفت بنفسي وممكن حضراتكم شفتوا, تبقى واحده متجوزه وابوها وامها ما يقولوش لجوزها ان هي عندها ابيليبسي, وتيجي الست تتجوز وتحمل وتخلف وتيجي تخش في فيتس, وبعد كده اصل جوزها ما يعرفش لان هم خايفين يقولوا له, وممكن كمان ما يرضوش يقولوا للدكتور, يا اما عشان ما يقولش لجوزها, يا اما عشان خاطر هم شايفين ان ايه علاقه الابيليبسي بالحمل, ايه علاقه المخ بالبطن. فبالتالي دي مشكلتنا ان انت ممكن تفاجئ بحال عندها ابيليبسي وانت ما كنتش تعرف, او هم مخبين عليك كمان ان هي عندها ابيليبسي. تمام. عشان كده التشخيص بتاعه بيبقى صعب شويه, لكن هو الكلينيكال برزنتيشن والاي اي جي والسي تي والام ار اي هم دول اللي بيشخصوا, وده علاجه سهل بالبنزودايازيبينز اللي هي الدايازيبام او الميدياسيتيك او ايا كان, 5 مللي ل 10 مللي جرام, يا اما انتروفينس او ايفن ريكتال كمان لو انت مش عارف تديها للعيانه بشكل بارنترال. ثالث سبب واغلى السبب عايزكم بس تركزوا معايا فيه من اسباب البوست بارتم كونفولجنز هو ده, اللي هو السريبرال فينوس ساينس ثرومبوزس.
البريفلنس بتاعه هو نوت كومن 1 تو ايتش 10000 ديليفريز بير يير، انما المشكله بتاعته في التشخيص، لان هو في كذا كلينيكال بيكتشر بتبقى ميس دايجنوزد او يعني بتبقى انترفينينج مع الاكلامسيا. وعشان خاطر بس اقرب لحضراتكم المعلومه وما نتلخبطش، انا هشرحه في صوره كيس برزنتيشن. تمام، الكيس برزنتيشن دي ست عندها 23 سنه، جرافيدا 3 بارا 2. الست دي ولدت فاجينالي، تمام، وكانت ولادتها نورمال ما فيش اي مشكله، وخدت ايبيديورال انالجيزيا دورينج الدليفري بتاعها. بس كان الساين اللي اتقالت ان هي كان في يعني ميني ترايلز كان في ديفيكولتي في الايبيديورال، خدت 4 بانكتشرز عشان خاطر يشتغل كويس. ماشي، بعد ما ولدت بدات تعاني من سيفير هيديك، سيفير بيرزيستنت فرونتال هيديك. تمام، الهيديك ده كونزرفتيف تريتمنت. الهيديك ده كان بيرزيستنت، خدت علاج العادي كونسلتيشن الانستيزيا وكونسلتيشن نيورولوجي، ما حدش جاب نتيجه. لكن المهم ان الست دي بدات تتحسن بعد شويه، وبعد كده عملوا لها حاجه اسمها سباينال باتش وروحت. المهم يعني بعدها بثلاث ايام العيان دي رجعت تاني بتشتكي من ساينز اوف اكلامسيا، هايبرتنشن، بروتينوريا، يوريك اسيد عالي، وشخصت عنها بريكلامسيا وخدت ماجنيسيوم سلفيت. تمام، بعد كده اتحسنت وروحت. بعد 10 ايام رجعت العيانه دي بفيتس، بهيدك، نيك بين، لو جريد فيفر، بروسيد تو سيلف ليميتد جنرالايزد فيتس، يعني تقريبا الحاله متداخله تماما مع حالات الاكلامسيا. لكن الفرق ان لما عملت سي تي ويز فينوجرام لازم ويز كونتراست، ليو ان فيها فيلنج ديفكت ان السوبيرو ساجيتال ساينس كونسيستنت ويز سيريبرال فينوس ثرومبوزس، والعينه طبعا دي خدت انتي كواجولانت فور 6 مانس عشان تخف. تمام، فدي من الحاجات اللي نفكر فيها لما يبقى عيان عندها بيرزيستنت هيديك او عيان عندها كونفولجنز بيرزيستنت بعد ما تاخد العلاج بتاعها بتاع الاكلامسيا، نفكر نعملها سي تي ويز كونتراست عشان لو فيها اي ثرومبوزس في البرين. بقيه الاسباب بتاعه البوست بارتم كونفولجنز منهم الكاردياك، الكاردياك بروبلمز، الست اللي عندها اي اف او اورتيكوستينوزس او ايا كان، ممكن تيجي بحاجتين، يا اما تيجي في صوره سينكوب يعني اغماء، او ممكن احيانا ريلي يجي لها كونفولجنز. فطبعا دي بنشخصها بسهوله لو هي العينه مديها هيستوري او لو هي عملت اي سي جي. السبب اللي بعد كده هو الميتابوليك، ما ننساش يا جماعه الميتابوليك كوزز. الميتابوليك كوزز يعني العيان اللي عندها هايبوغلايسيميا، هايبوناتريميا، او اي ميتابوليك ديزيز، ده ممكن لو هو انكنترولد بيعمل لها برضه كونفولجنز. ودي صعب جدا تبقى عيانه زي كده وما عندهاش هيستوري، مش معقول واحده تكون يعني حملت وولدت وولاده ما تعرفش انها دايبيتك وانها تخش في هايبوغلايسيميك كوما، فاكيد هتبقى انت عارف من الهيستوري اكتر. السبب اللي بعد كده هو النيورولوجيك كوزز، المينينجايتس، انكفالايتس، سبيس اوكوباينج ليجنز، كل الاسباب دي ممكن تعمل كونفولجنز. انا سريعا بس عايز اركز على نقطتين لان الحاجات دي مش بنتعرض لها كتير، منهم المينينجايتس. المينينجايتس لازم كل واحده تبقوا عارفين ليها كاركترستيك فيتشرز بتحاول تساعدنا شويه في التشخيص. المينينجايتس بيعمل هيديك، فيفر، نيك ستيفنس وفوتوفوبيا، دي حاجات كاركترستيك. تمام، والدايجنوزس طبعا كونفيرمد بالسي اس اف كلتشر. المينينجايتس يا جماعه اللي عايزكم تعرفوه فيه ان هو بيبقى كومن مع الفاجينال ديليفري مش مع السيزيرين سيكشن زي ما الناس تفتكر، لانه اصلا بيبقى عباره عن ريليتد تو جي بي اس انفيكشن. تمام، فالعيانه مش معنى ان هي والده فاجينالي ما يبقاش عندها يعني الريسك ان يجيها مينينجايتس، دي معلومه برضو باي ذا واي كان خلي بالنا منها. النقطه الثانيه اللي هي السبيس اكوباينج ليجن، والسبيس اكوباينج ليجن سواء برين ابسس او برين تيومر او ايا كان بيبقى عنده ساين مهمه اللي هي ساينز اوف انكريزد انترا كرينال تنشن، واشهرهم البروجكتايل فوميتنج. البروجكتايل فوميتنج زي ما هوري حضراتكم كده عشان بس الصوره دي، عشان انا اسف عشان تبقوا عارفينه، عشان ناس بتسمع كلمه بروجكتايل فوميتنج مش فاهمه معناها ايه. هي معناها ان الكونتينتس بتاعه الاستومك تبقى بروبيلد فور مور ذان 2 مترز ان فرونت، ودي حاجه كاركترستيك ما نتلخبطش بينها وبين الفوميتنج العادي. تمام، اخر حاجه خالص في الاسباب بتاعه البوست بارتم كونفولجنز، وانا مخليها في الاخر مش عشان هي الليس كومن، بالعكس ده هي ممكن تيجي رقم 2 بعد الاكلامسيا، بس انا مخليها في الاخر عشان افتر اكسكلوجن اوف اذر كوزز، اللي هو العيانين اللي هم ايه السايكيك او الهستيريكال كوزز، او اللي هي العيانه اللي بيسموها سودو سيجرز، عيانه ما عندهاش اي مشكله بس تفاجئ ان هي عندك في المستشفى بعد الولاده دخلت في فيتس، ودي بتبقى عيانه هيستيريكال او عيانه عندها مشكله، واحده مثلا معاها 3 بنات ودي البنت الرابعه، فبالتالي لازم تعمل كده عشان خاطر تعمل ديستراكشن عن المشكله الاساسيه عشان ما يفكروش في البنت ويفكروا ان هي تعبانه، او واحده زعلانه مع جوزها فبرضه بتعمل كده عشان تفهم جوزها ان هي كانت خلاص طالعه من المود، كانت هتموت خلاص وانت بخاصمني عشان خاطر ما عملتلكش ملوخيه امبارح. فده الكلام ده بيبقى لازم نخلي بالنا منه، بس بايه، افتر اكسكلوجن اول اذر كوز. انا كده خلصت، بس اقول تيك هوم مسج، بوست بارتم كونفولجنز از ان اوبستريك ايمرجنسي ريكويرينج ايميديت انترفينشن باي انت شوك ميجرز ان لاين وذ سيرشينج فور ذا كوز.
any case of postpartum convulsion should be considered eclampsia until proved otherwise. Magnesium sulfate is a standard treatment for eclampsia and should be started as early as possible. Benzodiazepine is a drug of choice for treatment of epileptic attack. Cardiac, metabolic, and neurological convulsions should be evaluated to be excluded before for treatment. And thank you very much.